ماذا يمكنني أن أقول بفقرة مختصرة واحدة عن السؤال المطروح حول فلسطين سلف الأيام؟ إن تجارب الأيام والليالي وما شاهدنه خلال ربع هذا القرن من أحداث ومتغيرات انتزعت الدهشة من نفسي وأدخلتني نادي المؤمنين بالقول بأن كل شيء ممكن، وعززت عندي مقولة الكاتب الفرنسي الشهير أندري مروا بأن أبعد الأشياء عن الظن هو أقربها إلى الوقوع. إذن فإن قيام دولة فلسطين شيء ممكن، وقد يقول قائل بينهم وعن حق أنه طالما كل شيء ممكن، أوليس ممكنا أيضا أن لا تقوم هذه الدولة وأن تبقى فلسطين قضية؟ وأرد على هذا بأن ما يقوله صحيح، وكما الإيجابي ممكن كذلك هو السلبي، غير أن عين المناضل تبقى مجدودة صوب الإيجابي تعبئة للنفس وتصحيحا لخطاه المصرة على المضي في طريق تحقيق أهدافه. أولم يبدو وكأنه المستحيل هذا الذي حدث في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي؟ وهل خطر على بال أحد أن تتوحد الألمانيتان؟ ولماذا نذهب بعيدا؟ فهنا في الطريق في الوطن العربي، ألم تقم الوحدة كالمارد بين شطري اليمن بعد انقسام عقائدي خلنا أن لا تلاقي من بعده؟ وفي ساحتنا الفلسطينية من كان بقادر على التنبؤ بأن رحيل الثورة في لبنان سيتجلى ثورة في فلسطين نفسها؟ إن فعل الإرادة هو الفاصل بين المستحيل والممكن، وبقدر ما يتحرر إنسان العربي تتجذر إرادته، يتصلب عمره، تتسع أفاق فعله. ولنا في شعبنا الفلسطيني الذي لم يكل ولم يمل من النضال المتواصل منذ نشوء قضيته، وفي أمتنا العربية المجيدة كل الثقة بأن النصر آت وأن الدولة على الطريق.